نبدا ازاي؟ هو بيقول لك جيت ذا رياكشن، اعمل ايه؟ اول حاجه احط الرياكشن هنا رور سبورت صح؟ يبقى في هنا واي بي، هنا ده هتعامل معاها ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا اما دي هنج سبورت ليها اكس ايه وواي ايه، يا اما دول لينكات يبقى عندي رياكشن كده ار هسمي دي ايه ودي مثلا سي ودي دي، يبقى ار اي سي وار اي دي. كله فاهم ولا ايه؟ يبقى انا هتعامل ازاي دلوقتي؟ انا عندي واي بي هنا حلو، وبعد كده عندي تو لينكات، يا اما انا بشوف ان دول تو لينكات فاروح حاطط ار اي سي وبعد كده اروح حاطط ار اي دي، ده في اتجاه المنبر ده وده في اتجاه المنبر ده، ما بشوفش الهنج سبورت صح؟ ليها كام رياكشن؟ اثنين اكس اي واي اي، اللي انت عايزه اعمله الاثنين واحد خلاص؟ قولوا حد مش فاهمين صح؟ انتوا فاهمين ولا ايه؟ ماشي خلاص، يبقى ابدا ازاي بقى؟ ابدا ازاي؟ سميشن اف اكس تساوي زيرو ماشي؟ لو انا اشتغلت دي يبقى انا اكس اي وهعمل ريزوليوشن للقوه دي 2 و2 اللي هي 2 كوزاين 5 2 سكوير روت 2 5 كوزاين 45 2 سكوير روت 2 ساين 45 خلاص؟ يبقى اكس اي ماينس 2 تساوي 0 يبقى الاكس اي ب 2 يبقى اتجاهها صح زي ما احنا قلنا. كله فاهم لحد دلوقتي؟ اكمل ماشي. اعمل ايه تاني؟ هروح واخد سميشن المومنت عند البوينت ايه؟ سميشن المومنت عند ايه؟ تساوي 0. معانا ايه تاني؟ معانا 2، قلت لكم بقى المسافات؟ ماشي واحد اثنين ثلاثة والارتفاع ده ثلاثة تقريبا اثنين ماشي. يبقى ايه الفورس بتعمل لي مومنت؟ انا باخد الكاونتر كلوك وايز هو ده الفورس اثنين في واحد ايه تاني؟ ماشي تعالى نعمل المحصلة بتاعت الفورس بتاع الريزلتنت ده، ده ديستريبيوتد لود 2 طن في مسافة 3 يبقى الريزلتنت بتاعه كام؟ 2 في 3 ب 6. كله فاهم؟ ماشي. يبقى ماينس 6 في 5 ماشي، وعندي الواي بي صح؟ بلس واي بي مضروب في مسافه، لا دي 3 ونص معلش، دي 3 ونص. 6 مضروبه في 3 ونص بلس واي بي مضروب في 5 كل ده يساوي 0. خلاص هجيب من هنا الواي بي يساوي رقم 6.2 يبقى 04 سميشن اف واي تساوي 0. ايه الفورسز اللي فوق؟ فين دي؟ ما هي دي انا واخد بوم تاني؟ ماشي طب ما دي نازله على طول. انت الهوريزونتال معلش ما خدتش بالي ماشي. في بقى الهوريزونتال ماشي يبقى بلس 2 سكوير روت 2 ساين 45 مضروبه في 2 تساوي 0 كلامك صح. هيطلع لك الواي بي، الواي بي 6.2 ماشي. بعد كده سميشن اف واي تساوي 0 يبقى الواي اي الواي دي الواي اي بلس الواي بي ماينس 2 ماينس 2 ماينس 6 تساوي 0. خلاص من هنا هروح جايب الواي اي. كله فاهم لحد دلوقتي؟ وتشيك بقى عايزين معادله التشيك في الاخر. تشيك اخد سميشن المومنت عند بي المفروض يقفل معايا 0. خلاص كله فاهم الاسئله الاولى؟ ندخل على اللي بعده. هي دي بقى عيب الاستراكشر، تلاقي فورس انت نسيتها بس عايز تركز بس مش اكتر. خلاص؟ ماشي. انا بس عايز اقول لكم حاجه في الاول، هو ايه الفرق ما بين لينك كده؟ عندي حاجه بالمنظر ده كده مثلا. وايه الفرق ما بين لينك بالمنظر ده كده؟ ايه الفرق ما بين ده وده؟ ماشي. اول حاجه اللينك ده ماسك ما بين تو ممبر ولا ماسك ما بين ممبر والارض؟ ده ماسك ما بين تو ممبر صح؟ فوق وتحت، وتحت برضه ماسك ما بين تو ممبر صح؟ يبقى ده جواه قوه مش هتظهر الا لما اطلع فيه، جواه قوه داخليه انا مش شايفها، مش هتظهر الا لما اطلع فيه. يعني ايه؟ لو انا عايز احط الرياكشن عندي هنا واي بي وعندي اكس اي واي اي ومومنت اي خلاص؟ يعني ده كده هو جواه قوه، لو انا مش محتاج اجيبها مش محتاج اقطع فيه خلاص. يبقى انا الرياكشنز اللي عندي، عندي واي بي وعندي اكس اي واي اي وام اي. طب ايه الفرق ما بين ده؟ لا ده هنا ده ماسك في الارض، ليه رياكشن ممكن نعتبر اساسا لو انت مش شايف ده هيدج سبورت عادي اللي هو ليه اكس اي واي اي، بس عشان ده لينك فليه رياكشن واحد خلاص. فاهمين القصه دي ولا لسه؟ قولوا حد مش فاهم بس كده. فهمت دي؟
كل الرياكشن كل مسائل الصعبه حلو اهلها معاك كلها يعني. ايه اتفضل. هيبقى فيكسد سبورت وفي انترميديت بيلغي المومي. ايه بيلغي يعني ايه؟ فين ادي هي فيكسد؟ بيبقى انترميديت هنا مثلا؟ مثلا ماشي. مش بيلغي المومي ده، انت بتقول سميشن المومنت تحت او سميشن المومنت فوق يساوي زيرو. انا بتكلم على الرياكشن بتاع لا 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 ليه الرياكشن؟ ما هو ليه الرياكشن؟ ده فيكسد سبورت ليه ثلاثه رياكشن عادي اكس واي ومومنت عادي. انا في حاجه اسمها كونديشنال ايكويشن. ايه كنت انا هحل مساله يعني فيها كونديشنال ايكويشن فاهم؟ ماشي. ادي الرولر سبورت وهنا وهنا ادي كونديشنال ايكويشن في هنا رولر هنا اول حاجه هعمل ايه؟ ده 1.13 ماشي. اعمل ايه بقى؟ احط الرياكشنز بقى. اول حاجه اسمي دي ايه ودي بي ودي سي ودي سي ودي دي ودي اي ودي اف. قولوا لي الرياكشن بقى كام؟ عندي اكس اي واي اي صح؟ وهنا دي رولر سبورت ليها كام رياكشن؟ واي بي. ودي ليها كام رياكشن؟ دي رولر ماشي ليها واي بس. ودي ليها كام رياكشن؟ واي اف. اعمل ايه بقى؟ كلام جميل قوي. اول حاجه نعرف نجيب الاكس ولا ما نعرفش؟ عندي سميشن اف اكس تساوي زيرو يبقى الاكس ايه؟ ماينس انا مش حاططش دول 2 و2 و4 3 ماشي ماشي. يبقى الاكس ايه؟ ماينس 2 تساوي زيرو يبقى الاكس ايه؟ ب 2 طن واتجاهها الصح كده. كله فاهم لحد دلوقتي؟ نعمل ايه بقى؟ حلو قوي 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 قوي. واحد قال لي هاخد سميشن مومنت هنا، هقول له عندك ثلاثة انون واي بي واي اي واي اف. هاخد المومنت هنا برضه عندي ثلاثة انون. طب ايه رأيكم بقى لو جينا خدنا سميشن المومنت عند سي تو ذا ليفت بار؟ مش معادلة مجهولين اللي هم ايه؟ واي دي والواي اي والواي بي. طب ايه رأيكم لو خدت كمان سميشن المومنت عند دي ليفت؟ مش برضه عندي نفس التو انون الواي اي والواي بي؟ يبقى معادلتين في مجهولين حلوها على الاله حاسبه. حلينا مساله، تعال نحل بقى مع بعض. اول حاجه هياخد سميشن المومنت عند سي ليفت بارت ماشي يساوي زيرو. قولوا لي بقى اكتب لكم المسافات. واحد واحد بعد كده اثنين ثلاثه ماشي. ابدا ازاي؟ هاخد سميشن المومنت ليفت معايا الواي ايه مضروبه في مسافه كام؟ ايه 1 2 3 4 كام طب؟ 4 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اي حاجه انا فارض مثلا الكاونتر كلوك وايز هو ده البوزيتيف يبقى ماينس ماشي. السته مضروبه في كام؟ بلس 6 في 3 سامعوني صوت؟ طب والواي بي؟ ماينس واي بي في 2 كل ده يساوي 0. هجيب من هنا معادله يبقى هودي بس ال 6 في 3 18 دي الناحيه الثانيه. عندي 2 واي بي وهنا بلس 4 واي اي تساوي ماينس 18 لا تساوي 18 خلاص كده. دي اول معادله. طب اعمل ايه؟ نفس الكلام هعمل. حد يقول لي الاثنين دي هقول له الاثنين دي معديه بالنقطه مش هتعمل لي مومنت اساسا خلاص ماشي. دي اول معادله. المعادله الثانيه سميشن المومنت عند دي ليفت بار سميشن المومنت عند دي ليفت تساوي زيرو. معايا ايه؟ مش معايا الواي اي مضروبة في مسافة اللي هي كام؟ 3 و2 5 و2 7 ماشي. والستة بتعمل لي مومنت يبقى بلس 6 في 3 و2 5 و1 يبقى ايه؟ 6. ومعايا الواي بي ماينس واي بي مضروبة في 5 والاثنين مش هتعمل ليه مش هتعمل؟ هروح المومنت عندي هتعمل مومنت عادي يبقى بلس 2 في 3 تظل كونسنتريتد الديستريبيوتد لود ده باخد الجزء اللي معايا ناحيه الشمال بس. يعني ايه؟ يعني انا واخد المومنت شمال كل الفورسز اللي معايا شمال بس
مشان انا عايز ديستريبيوتد لود لحد هنا كده، يبقى هاخد محصله الديستريبيوتد لود لحد هنا بس. خلاص يبقى انا لما اجي اخد سبشن مومنت شمال باخد كل الفورسز اللي معايا ناحيه الشمال، وباخد ديستريبيوتد مومنت ديستريبيوتد لود لحد ناحيه الشمال بس. خلاص طب المحصله بتاعته كام؟ ده 2 على فكره، 2 طن بير متر. يبقى المحصله بكام؟ 2 في 3 ب 6، ودي كده ب 6 في النص. ماشي يبقى بلس 2 في 3 بلس 6 في 1.5 تساوي 0. خلاص دي المعادله الثانيه، حلوها على الحاسبه، هيطلع لكم الايه؟ الواي سي والواي دي. طب وبعدين اعمل ايه ثاني؟ بالظبط كده، هاخد المومنت عند الهنج اللي هي رقم دي اهو. بص بص بص، انت بتقول يا شمال يا يمين، وممكن تقول الشمال او اليمين. خلاص ماشي. ممكن اقول ايه؟ مومنت عند دي رايت تساوي زيرو. هروح واخد معايا ايه؟ هروح واخد معايا كونسنتريتد مومنت والاثنين طن والواي اي والواي اف والمحصله بتاعه الاثنين طن مضروبه في واحد، صح؟ بس كده معادله فيها مجهولين، صح؟ مش انا عارف سميشن الاف واي تساوي زيرو؟ ابص انتوا فهمتوا لحد ما احنا وقفنا هنا؟ ماشي. خد سميشن المومنت عند البوينت اي، او سميشن المومنت عند اف، سميشن المومنت عند اف يساوي زيرو. عندك كام انون كده؟ واحد. انتوا معايا ولا ايه؟ شكلكم واحد، صح؟ واحد. لو انا خدت، انا خلاص عرفت ده هيطلع لكم ده بكام؟ الواي هيطلع لكم ده برقم، يعني مثلا اقول اي كلام 10 وده 15، تمام. يبقى انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي الواي اف والواي اي، صح؟ لو خدت سميشن المومنت عند اف ما بقاش عندي غير مجهول واحد اللي هو الواي اي، اجيبه وبعد كده اقول سميشن الاف واي تساوي زيرو جبت الواي اف، واعمله للتشيك. معلش يعني خدوا سميشن المومنت عند اي نقطه لازم تقفل معاكم صفر، ماشي؟ ولو انتوا شغالين في مثلا 2 سكوير روت 2 وخدتوا كوزاين فمطلعين ارقام فراكشن مش هتطلع بالصفر بالظبط، 0.0 وكذا، ماشي؟ فاعرفوا ان انتوا صح. ماشي؟ كله فاهم لحد دلوقتي؟ انا اللي على بعض ولا ايه؟ كلكم فاهمين؟ يدخل على اللي بعده. لو حد مش فاهم يوقفني على طول. كله فاهم؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احط الرياكشن، هسمي البوينت دي ايه؟ ودي بي ودي سي. عندي كام رياكشن تحت؟ 2. ليه 2؟ عشان دي انتر، عشان دي هند سبورت ليها 2 رياكشن اكس وواي. طب ودي كام رياكشن؟ 2 برضه، اكس بي وواي بي. طب اعمل ايه؟ الطرف ايه؟ تجزؤوه؟ طب ليه طب؟ طب هحاول اصبروا بس على ايه التجزئه والكلام ده؟ تبداوا ازاي؟ المومنت عند ايه؟ ماشي اتفضل. ماشي يعني انا لو دخلت عند هي بتقول لي ايه؟ خد الانترميديت هنج شمال او يمين. لو انا دخلت شمال عندي كام انون؟ اكس اي واي بي. طب اقول لك على حاجه بقى، ايه رايك بقى لو احنا خدنا مومنت على طول؟ الاول خالص طاير ثلاث مرات بالظبط كده. ايه رايكم لو خدت المومنت عند ايه؟ سميشن المومنت عند ايه يساوي زيرو. عندي ايه؟ عندي واي بي مضروبه في 8 ماينس. انتوا عارفين ايه اتش بي ده قوي؟ مش عارفين صح؟
ايه الاتش بي والكلام الغريب ده؟ عندك حاجه من الاثنين، يا اما يرسم لك اللود على المايل كده ماشي، ويكتب لك الدبليو تساوي 2 طن بير متر رن، ويرسم لك ده كده 4 وده كده 5. اللود محطوط على ايه؟ على المايل ولا على الافق ولا على ايه؟ على طول مايل صح؟ يبقى الريزلت تساوي دبليو في الطول المايل او الطول اللي بيأثر عليه. شوف هو محطوط على اي طول؟ محطوط على مايل ولا على افقي؟ على مايل. يبقى الريزلتنت بكام؟ 2 في 10. ازاي؟ بقول لك على المايل 10. يبقى 2 في الطول اللي بيأثر فيه 2 في الخمسة تساوي 10 طن. كله فاهم دي؟ ماشي. طب لو انا زودت لك كلمة كده لطيفة، قلت لك ايه؟ قلت لك يا باشا هو على المايل بس اللود 2 طن بير متر ران هوريزونتال بروجيكشن. يعني انا بقول لك انا هحطه لك على المايل، مالكش دعوه اللي هحطه لك، خده على الطول الافقي. هوريزونتال بروجيكشن يعني بتضرب في الطول الافقي. يبقى الريزلت انت هنا بكام؟ 2 في 4. يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، حطه لي على المايل من غير لما يتكلم، اضرب اللود في الطول المايل. طب لو اتكلم وقال لي هوريزونتال بروجيكشن يبقى اضرب في الطول الافقي. كله فاهم؟ لا لا بص الريزلتنت حلو الكلام ده. الريزلتنت دايما في اتجاه التأشير، بمعنى لو انا راسم لك التأشير راسي كده يبقى اتجاه الريزلتنت فين؟ في اتجاه التأشير اهو، ومكان تأثيره عادي في النص برضه. هتقول لي نص المايل ونص الافق، ما هو نص المايل هو نص الافق. خلاص ماشي، ادي كده الار. طب لو انا بقى ساعت قلت وعملت لكم اللود كده تأشير كده، يبقى حطه اهو في اتجاه التأشير ده كده الأرض. خلاص كله فاهم؟ فاهم ازاي نص الأفق ايه؟ ايه؟ نص المايل. بتقول ايه؟ الأفق 8 ومايل 10، ازاي نص هنا زي نص هنا؟ ادي مثلث اهو. ماشي؟ لو انا مشيت هنا 2 وطلعت رأسي هلاقي المسافة دي مثلا 2.5. لو مشيت 4 كده، يعني هو ده لو هو 4. ماشي؟ ده 5. لو انا مشيت النص اطلع كده رأسي هتلاقي دي 2.5. ماشي؟ هما الاثنين واقف. فاهم ولا ايه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص كده كله فاهم موضوع الهوريزونتال بروجيكشن والكلام ده؟ كله فاهم ولا ايه؟ ماشي. اخد سبيشال مومنت ازاي؟ قولوا لي. طب ماشي، اول حاجه عندي 8 واي دي، ايه تاني؟ ماينس 6 في كام؟ في 7. طب واللود ده تحبوا تحطوه كده ده لوحده وده لوحده ولا كله على بعض حطه هنا اللي انتوا عايزينه، ده وده على بعض؟ ماشي، بس على بعض. لما تيجي تاخد سمشن مومنت ليف هتقسمه برضه. خلاص ماشي، خليه كده معلش. 2 في 4 ب 8 و 2 في 4 ب 8 يبقى كام؟ ماينس 8 في 2 ماينس 8 في 6. كل ده يساوي صفر. كله فاهم؟ قول في الهنش ده المفروض مش ايوه ليه مش داخله معايا في المعادله؟ لا انا كاتب سالب 6 هنا؟ دي ماينس 8 في 2. انت شايف اكس بي؟ لا دي في 2 دي 6 في 7 مش في اهو؟ في كونسنتريت اللود اهو. ماشي؟ ماشي كله فاهم؟ كله شايف؟ كله فاهم؟ ماشي هكمل ولا ايه؟ خلاص من هنا هروح جايب الواي بي، طلع لك الواي بي 13 ورابع. اعمل ايه تاني؟ اجيب بقيه الرياكشنز ازاي؟ سميشن الاف واي تساوي 0، ايه الار نون؟ واي ايه بلس واي بي ماينس 8 ماينس 8 ماينس 6 تساوي 0 صح؟ ماشي، من هنا هجيب الواي ايه تطلع 8.75 طن والفوق ودي الفوق. انا عايز اشوف مربعات كده، يعني انا في اي مساله عايز اشوف مربع كده، ده الواي بي الماجنتيودو الاشاره ماشي والاتجاه برضه. خلاص كله فاهم لحد دلوقتي ولا ايه؟ هكمل ازاي بقى؟ انا كده جبت الواي دي ب 8.75 ودي ب 13 وربع. هكمل ازاي؟ ايوه بقى عند الانترميديت رينج، كلامكم صح كده. ادخل الانترميديت رينج اعرف اعمل حاجه. بص بقى يا سيدي، قول اللي انتوا عايزينه، خلينا يمين عشان القوه دي ما ناخدهاش معانا.
ماشي نقلل على نفسنا مجهود. سميشن المومنت عند سي ليف ماشي. ايه بقى الفورس اللي عندي؟ عشان انا عندي 5 اكس ايه ماشي ولا ايه بلس 8 في 2 بلس واي ايه في 4 كل ده يساوي 0 او ماينس عادي. كله فاهم ولا ايه؟ انتوا مش متاكدين حاجه؟ متاكدين؟ انا حاسس ان انتوا نايمين عشان الموضوع كبير. والله العظيم كويس سهل جدا. بس روح قول للدكاتره بقول لهم محمد حط الكويسات سهله بقى روح. ماشي كده كله فاهم ولا ايه؟ ماشي يبقى الاكس ايه؟ يبقى الاكس ايه؟ هتطلعوها برقم مش عارف 3.8 وناحيه دي. طب اجيب الاكس دي ازاي؟ بالظبط كده سميشن اف اكس تساوي 0 يبقى الاكس ايه؟ بلس اكس بي تساوي 0 يبقى الاكس بي ماينس 3.8 طن. يبقى انا فرضها ناحيه اليمين لا هي شمال. كله فاهم؟ قال اللي على بعده؟ قول قول. لما بقسم انا عايزين برضه التقسيم. حاضر. هو اللي احنا عملنا تقسيم بس انا بضحك عليكم وانا عملت ايه؟ بص الانترميديا تنش دي لما بكسر عندها بيظهر لي تو رياكشن صح؟ اكس وواي صح؟ ما ده اللي احنا بنعمله. اصبروا بس عليا. ادي اكس سي وادي واي سي. الناحيه اللي على الشمال عكسهم على طول اكس سي وواي سي. حس لما ابص كده ايه ده؟ ده مفيش حاجه اللي هي الانترميديا تنش. الانترميديا تنش جواها قوه ما بتظهرش غير لما اقطع خلاص؟ المهم فانا بعمل ايه؟ عندي اكس ايه؟ وعندي واي ايه صح؟ انا باجي اقول لكم ناخد سميشن المومنت هنا، دول هيعملوا لي مومنت، ده كده منشأ على الشمال اهو وده منشأ على اليمين، ده ليه ايكوليبريم سميشن اف اكس سميشن اف واي وسميشن المومنت يساوي 0، وده نفس الكلام سميشن اف اكس يساوي سميشن اف واي يساوي سميشن المومنت يساوي، ده برد وده برد، ده مبنى وده مبنى، ما هو كل مبنى لازم يكون اندر ايكوليبريم، فلو قلت لي سميشن اف اكس ايه ده؟ اكس سي دي مش عارفها ولا عارف اكس ايه اللي انا داخل اجيبها اساسا. طب سميشن اف واي واي سي مش عارفها واي ايه عارفها. استفدت ايه من واي ايه؟ من واي سي انا مش عايزهم اساسا، انا مش مهتم بيهم، انا مهتم بايه؟ بالرياكشن بتاعي اللي هو اكس ايه. عشان كده كنت بقول لكم ايه سميشن المومنت ليفت او سميشن المومنت رايت اللي هو بكسر وباخد الجزء اللي على الشمال وباخد المومنت عند التو ارمون خلاص. وعلى كل جزء معلش يعني ده دلوقتي ايه سقف اهو تمام في عماره مش لازم السقف ده يكون اندر ايكوليبريم ولا ينفع السقف يتهد والعماره سليمه؟ ما انا قلت لك لو انت ما احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنكسر عند الانترميديت تنش بس انا ما بقولكمش خليكم في سميشن مومنت ليفت سميشن مومنت رايت بس الصح او اللي انتوا تبقوا فاهمينه ان انا بكسر عند الانترميديت تنش وبقول الشمال ده منشا واليمين ده منشا فباجي اخد سميشن اف اكس لا عارف اكس سي ولا عارف الاكس اللي تحت ومش مهتم اعرفها انا مهتم اعرف ايه الرياكشنز بتوعي خلاص بس كده كله فاهم؟ كله فاهم ولا ايه؟ ماشي هنا لو عايزين ندخل بقى في الحاجات الصعبه بقى اللي جت الارض انت عارف انا شرحت لكم موضوع الكسر ده عشان للاسف المساله اللي جت لي في الفاينل كان فيها كسر وما كانش حد قاله لنا اساسا ما حدش ولا قال لنا يعني ايه كسر ولا اي حاجه وكده فعشان كده انا بقوله لكم يعني ماشي ندخل بقى الحاجات الصعبه بقى ولا ايه اعمل ايه؟ عندي كام رياكشن الاول؟ هنا فيكسد فيه كام؟ اول حاجه سمي بس النقط ايه؟ بي سي بي بي عندي كام رياكشن هنا؟ ثلاثه دي فيكسد سبورت عندها ثلاثه رياكشن اكس ايه؟ واي ايه؟
ومومنت عند ايه؟ طب وهنا بوينت ايه؟ بوينت ايه فيكسد سبورت برضه يبقى عندي ثلاثة اكس ايه؟ قصدي اكس ايه؟ وواي ايه؟ ومومنت عند ايه؟ كله فاهم؟ احل ازاي بقى؟ اختراعات اصبر بس اتفضل اللي قلت مومنت؟ ماشي حاضر انا عندي السبورتات حاجة اسمها فيكسد سبورت الفيكسد سبورت ده انا عارف ان عندي ثلاثة رياكشن اكس ايه؟ وواي ايه؟ ومومنت ايه؟ وعندي حاجه اسمها هنج سبورت ليها تو رياكشن اكس وواي وعندي حاجه اسمها رولر سبورت ليها رياكشن واحد خلاص اعمل ايه لو انا بقى ايه يعني مش فاهم اي حاجه مش فاهم يعني ما بركز او مش ما عنديش سنس هقول يا باشا خلاص فمش المومنت عندي دي تعال عندي كم مجهول ثلاثة هيظهر لي 2 يعني في المعادله دي ماشي هاخد سميشن المومنت عندي برضو عندي ايه نفس الثلاث مجاهيل هاخد سميشن المومنت عندي دي كل ده ناحيه اليمين ناحيه اليمين ناحيه اليمين هلاقي ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل بس انا خاف عليكم انتاج معادلات ثلاث مجاهيل تغلط في رقم بقى يعني غصب عنكم يعني من كتر المومنت ممكن تغلط في حاجه اتفضل المومنت عندي لا انت بتفرض اي حاجه يعني انت بتقول لي المومنت انت ليه فرضه كده مثلا انا عارف ان هو مش كده بس افرض اي حاجه هيطلع لك المومنت ايكوال نيجاتيف مش ده بيلف الكاونتر كلوك وايز يبقى المومنت الصح كده افرض اي حاجه يعني هو المفروض على الاثنين عكس بعض انت كلامك صح المفروض لما افرض ده اكس ايه كده الثاني عكسه عشان كلامك صح بس افرض اي حاجه في الاخر هيطلع لك دبل بوزيتيف ودبل نيجاتيف يبقى تعرف ان ده عكس الاشاره ده بيلف كاونتر كلوك وايز يبقى الصح كلوك وايز بس اعمل ايه ده حل زي الفل وتمام بس ممكن تغلطوا فيه اقول لكم السهل بقى انتوا شايفين طالما في انترميديا بص المساله دي كوبي بيست يعني هي مساله مشهوره فهي بتيجي كده ماشي نعمل ايه بقى ممكن نكسر كده واحد يقول لي يا محمد حكسر كده عند الانترميديا فين ماشي طب ايه حد عنده اعتراض قولوا لي بس ممكن مع حد مثلا ممكن يقول لي يا محمد طب ما تكسر كده قولوا لي انا عايز اسمع منكم ايه حلو مش هستفاد حاجه وصلت ايه بالظبط كده يعني انا بقول له ايه بقول له ممكن واحد يقول لي ايه اكسر كده حلو انا بكسر ازاي اساسا انا بكسر بشرط يكون عندي ديترمينت اند ستيبل ستراكشر يعني ايه يعني انا عايز لما اكسر يبقى عندي الانون هو المعادلات بمعنى انا لما اكسر مش دي انترميديت هينج بيظهر كام رياكشن اثنين صح يعني لما اكسر يبقى في جزء تحتاني وجزء تحتاني صح وهنا النص اللي فوق صح عندي هنا اكس بي مثلا ناحيه اليمين وواي بي ناحيه اليمين واللي تحتهم العكس على طول اكس دي وواي بي وهنا اكس دي وهنا اكس دي واي بي وهنا واي بي كله معايا لحد دلوقتي انا هقول لكم ليه كسرنا الكسر ده ماشي وعندنا تحت فيكسد صح في 3 انون وهنا فيكسد في 3 انون يبقى هنا كده انا عندي 5 انون صح وهنا كده عندي 5 انون اكس وواي ومومنت احل ده ما اعرفش احله ليه لان ده indeterminate structure يبقى عندي 5 معادلات عندي 5 مجاهيل وثلاث معادلات اكس وواي ومومنت يبقى هنا مش هعرف اعمل حاجه وهنا مش هعرف اعمل حاجه تعال نبص على الجزء اللي فوق عندي كم معادله عندي 3 اكس وواي ومومنت وعندي حاجه اسمها conditional equation اللي هو summation moment left او summation moment right خلاص يبقى فوق عندي 4 مجاهيل وعندي كم معادله 4 احنا بنعرف ان conditional equation بتدي كم معادله ازاي ماسكه كم ممبر واحد على اليمين واحد على الشمال يبقى تشوف ال n ماينس 1 اللي هي عدد الممبرز اللي ماسكاه كل الكلام ده احنا شرحناه بقى ايه بس يعني انتوا عارفين النمبر اوف كونديشنال ايكويشن دي بتديني كم معادله زياده انت بتقول لي سميشن مومنت ليفت وسميشن مومنت رايت اثنين لا مش اثنين هم واحده بس ماشي يبقى الاس تساوي عدد الممبر اللي ماسكه فيها ماينس 1 ماسك فيها واحد شمال واحد يمين اثنين ماينس 1 يبقى بواحد يبقى دي بتديني معادله واحده بس يبقى انا عندي هنا اربع معادلات في اربع مجاهيل تمام ولا مش تمام تمام ولا ايه؟ انا حاسس انتوا وقعتوا مني، انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ كله فاهم؟ معادله واحده بس بتديني وقعها، طب استنى بس الاسبوع الجاي حالا خلاص؟ او تعالى اخر سيكشن صح بس ما تنسوش كده كده الكلام ده هيجي تاني الاسبوع الجاي ماشي؟ يبقى انا لما اقطع الجزء اللي ببدا بحل فيه لازم يكون ديترمين خلاص حاجه بعرف احلها طب فوق اعرف احل ولا ما اعرفش؟ فوق اعرف احل ولا ما اعرفش؟ طب ما حد يرد عليا
نبدا ازاي بقى؟ تعالى بقى نبص على الشكل ده. اول حاجه عندي البوينت دي بي ودي وسي تقريبا. ماشي، ابدا ازاي بقى؟ مش دي شبه المساله بتاعت المساله اللي فاتت بالظبط؟ قولي لي هبدا ازاي؟ بالظبط كده، سميشن المومنت عند بي. خلاص ده بقى منشا لوحده بمعادلاته، وده بقى منشا لوحده، ده كده منشا وده كده منشا وده كده اللي فوق على بعضه منشا. خلاص ماشي، يبقى هقول سميشن المومنت عند بي تساوي زيرو، صح؟ ماشي، قولوا لي بقى هعمل ايه؟ واي اقول لكم المسافات دي كده 2 2 2 كده شغال على المايل ولا هقول لك كاتب لك ايه؟ هوريزونتال بروجيكشن على المايل ده. خلاص يبقى كله همشي على ايه؟ على الاوبتيك. ماشي، يبقى سميشن المومنت عند بي يساوي زيرو، صح؟ ماشي، قولوا لي بقى واي بي مضروبه ولا واي كام؟ واي دي تقريبا، واي دي مضروبه في 8 ماينس 2. انا عايز اجيب الريزلت بتاع القصه دي كلها في 8 في 4 حاجه من الاثنين. هتركزوا هنا في النص، ماشي، بس لما تيجي تاخد سميشن المومنت عند سي ليف هتاخد الديستريبيوتد دوت ليف، تيجي تاخد المومنت رايت تاخد الديستريبيوتد دوت رايت بس. خلاص يبقى 2 في ده كده 8 في 2 ب 16 يبقى ماينس 16 مضروبه في 4 يساوي 0، صح؟ يبقى الواي دي تساوي 8 طن. كله فاهم لحد دلوقتي؟ يبقى دي كده 8 تمام. سميشن اف واي تساوي 0 هتطلع لكم دي كمان 8. طب اجيب الاكس ازاي؟ بالظبط كده، سميشن المومنت عند الانترميديت هينج للجزء اللي على الشمال او اللي على اليمين، انهي شمال؟ اخد ده كله؟ لا، ما ده منشا لوحده، سميشن المومنت اهو. خلاص كده؟ هجيب من هنا الايه؟ الاكس بي سميشن المومنت عن سي ليفت يساوي زيرو، حاجات الاكس ايه؟ الاكس بي تساوي كذا، ولما اجيب الاكس بي سميشن للاف اكس تساوي زيرو، يبقى اكس بي بلس اكس دي والله فريضه العكس تساوي زيرو. خلاص كله فاهم لحد دلوقتي؟ مترجمين ولا ايه؟ ماشي. طلع لي طلع لي الاكس ماينس 57 الاكس كام؟ ماشي، دي كده ب 4 57 ودي كده ماينس 4 57. طب اعمل ايه بقى؟ انا خلاص جبت الاكس والواي والاكس والواي، اعمل ايه بقى عشان اجيب الرياكشن؟ انا عايز ايه اساسا؟ انا عايز اجيب الرياكشن اللي هي الثلاثه دول والثلاثه دول، اعمل ايه بقى؟ بس كده، يبقى انا عارف ان دي لفوق 8، يبقى في النص اللي تحت دي تحت 8، وانا عارف ان دي ناحيه اليمين 4 57، يبقى دي ناحيه الشمال 4 57. طب ايه رايكم في المبنى ده كده اللي هو اكس ايه واي ايه والمومنت؟ هسيبه لكم كده على تاني اهو، ادي اكس ايه وادي واي ايه وادي مومنت عند ايه، وانا عارف ان في هنا 8 وعارف ان في كده 4 57، اعمل ايه بقى؟ ايوه بالظبط كده، سميشن اف اكس تساوي 0 يبقى الاكس ايه تساوي 4 57، سميشن اف واي تساوي 0 يبقى الواي ايه تساوي 8 طن، وسميشن المومنت هنا خلاص اهو يبقى الام ايه تساوي 4 57 في 1 ونص. كله فاهم؟ انا محطها من تحت عشان احنا مغيرين الاشاره، مغيرين الاتجاه ما حطيناش باشاره، صح؟ انت عايز تعمل ايه؟ يعني يا حلو حلو، انت بتقول لي ايه؟ تقول لي يا محمد خلاص انا كنت فارض، انا ما شفتش ورحت فارض دي ناحيه الشمال، صح؟ فطلع لي دي بماينس 4 57، يبقى اللي تحت عكسها عكس الاتجاه بماينس برضه. بدل ما تعكس يعني، انت بص سيب الحاجات زي ما هي، النيجاتيف دي حاجه فاليو، يعني الماينس 4 75 دي اعتبرها قيمه زي البوست بعد، مش دي ناحيه الشمال 4 57 يبقى دي ناحيه اليمين ناقص 4 57 وتعوض بيها ب 4 ناقص 7 54، ماشي؟ ما دام انا فرضت الاتجاه كمل عليه، اه بالظبط كده، كمل عليه بس بالنيجاتيف، خلاص؟ ما تقعدش تعدل حاجه تاني. ماشي، كله فاهم ولا ايه؟ عشان ساعات المومنت بس الحته اللي هي في الحته اللي هي ماله؟ اه ماشي. حسبتها على طول بس ولا بارقام بس عايز الارقام يعني؟ عيني حاضر. دي كده كده على الافق. ماشي؟ دي كده على المايل بس انا قايل لك هوريزونتال بروجيكشن، يبقى هضرب 2 في 4. اللي هو الاثنين الافقي والاثنين الافقي، خلاص؟ اول ما اشوف هوريزونتال بروجيكشن تروح راسم كده. الطول ده كام؟ الطول ده 8، يبقى 2 في 8 ب 16. كله فاهم؟ اكمل؟ ايه؟
شرط ان انا لما اجي افصل الموجات عن بعض يعني مثلا قسمتهم تمام لازم كل واحد يكون ستيبل لوحده طبعا طبعا ده كده على بعضه تمام اللي هو اكني حطيت سبورت كده لو حطيت سبورت مع تو رياكشن اكس واي كانك حطيت هنج سبورت فانت لو عندك منشأ كده مش ده كده ستيبل والترن وده كده فيكسد ستيبل وستيبل ماشي والاسبوع الجاي هشرح لكم الاستابل ماشي كله فاهم ولا ايه امسح عايزين بقى ندخل بقى في اللينكات انت عندكم بريك فانا ممكن اخر سنه يعني اخد مثلا 5 دقايق بريك ماشي عشان الكويز عشان الكويز كويز يمشي لا ما عشان عايز اشرح لكم كل حاجه وهديكم كويز برضه ايوه كويز في الاخر صح اه اللي خلاص يمشي اه اللي خلاص يمشي وانت هتخلصوا كلكم بدري اساسا بس انا رب لا نستنى 10 دقايق احل لكم 3 4 مسائل هذه كلها استنى 10 دقايق احل لا انا لسه ما حلتش اللينكات انا لا لا اسبوع جاي ايه يا عم مش اسبوع جاي يا عم اخد ربع ساعه معلش وهم حل لكم الافكار دي ماشي اعمل ايه اول حاجه احط الرياكشن ماشي عندي هنا اكس واي ومومنت حوالين ايه طب وهنا اكس واي هنا اكس دي واي دي اقتراحات والله حل من الاثنين بص ممكن اقول ايه سميشن المومنت عند سي تحت خلاص هنا في 6 برضه وهنا دي 3 اخد سميشن المومنت عند سي تحت صح ماشي هيبقى عندي ايه هيبقى عندي واي دي بس هي الانون سميشن المومنت عند سي تحت تساوي 0 خلاص كله فاهم لحد دلوقتي هيبقى عندي الواي دي هيبقى عندي الواي دي بس هو الانون ليه 2 في 3 في مسافه اللي هي 2 ماينس 6 في 2 بلس واي دي في 5 خلاص في الاخر يعني هيبقى عندي واي دي هطلعه برقم خلاص طب اعمل ايه تاني عايز اجيب الاكس دي هياخد سميشن المومنت عند بي تحت برضه عندي كام انون انون واحد ما انا جبت الواي دي اللي هي طلعت 1.2 تمام اقدر اجيب الاكس دي ولا ما اعرفش ماشي هيطلع لي بزيرو طب انا خلاص جبت اللي تحت اللي هي ال 1.2 والزيرو مش انا اقدر اقول سميشن اف اكس المبنى كله يساوي زيرو يبقى اكس ايه بلس اكس دي تساوي زيرو يبقى الاكس ايه بزيرو يبقى دي كده بزيرو طب عايز اجيب الواي دي الواي ايه اجيبها ازاي سميشن اف واي تساوي زيرو يبقى واي ايه بلس ده كده الطول ده 7 يبقى 4 في 7 28 يبقى واي ايه ماينس 28 ماينس 3 ماينس 6 بلس الواي دي اللي هي فوق 1.2 كل ده يساوي 0 هيطلع لك الواي ايه برقم كله فاهم؟ طب عايز اجيب المومنت خد المومنت عندها نقطة خلاص؟ طب ايه رايك في حل تاني؟ اتفضل انا ما حطيتش اللينك عامل ايوه انا كنت مستني السؤال ده بيقول لي ليه اللينك ملوش رياكشن؟ اللينك ده ماسك ايه؟ لو ماسك ممبر في ممبر وممبر في ممبر يبقى ده الرياكشن بتاعه او القوه اللي جواه داخليه ما بتظهرش غير لما اقطع كده لكن لو هنا في ارض يبقى هو ليه رياكشن صح زي ما انت بتقول طب انا بقى انا بقول لك جيب لي الفورس في اللينك ده مطلوب بقى جيت ذا رياكشنز اند فورس ان لينك يبقى هعمل ايه مقطع في اللينك ايه ميزه اللينك ده ان هو ليه رياكشن واحد في اتجاهه صح اهو في الاول ما كنتش محتاج اقطع في الاول ما كنتش عشان اجيب الرياكشن انا مش محتاج اقطع بس هو جه قال لي يا محمد جيب لي الرياكشن وجيب لي الفورسين لينك اجيبه ازاي بقى ماشي. احنا متفقين ان اللينك فيه قوه واحده بس صح ماشي القوه دي تبقى كده يا اما تبقى كده انا عايز اعرف ده فيه شد ولا فيه ضغط اعرف ازاي شايف الجوينت دي كده بيشدها ولا بيضغطها يعني الفورس بتشد الجوينت ولا تضغطها ده كده بتضغطها بتشدها تمام يبقى ده كده تنشن طب ده اهو داخل على داخل على الجوينت بيضغط على الجوينت يبقى ده كده فيه كومبريشن خلاص يبقى انا يا اما افرض الاشاره كده كشد يا اما افرض الاشاره كده
كده خلاص معايا ولا ايه؟ ماشي. يبقى انا لما اقطع هيظهر لي حاجه بالمنظر ده كده. لما اقطع الجزء اللي فوق فيه حاجه بالمنظر ده كده والجزء اللي تحت فيه حاجه بالمنظر ده كده. خلاص معايا ولا ايه؟ مش عارف انت وقعت مني ولا ايه؟ طب وقعت فين؟ ايوه ماشي يا عم. حتى لو وقعت يا عم ده حاجه كويسه عشان انا عايز تاني. ماشي نبدا ازاي؟ دول بقى تو انونز وكله انونز. دلوقتي ابدا ازاي بقى؟ طب ايه رايكم بقى لو انا من الاول خالص؟ ايه ده لينك يعني في قوه واحده. طب انا هقطع بس. يبقى ده كده مبنى وده كده مبنى. طب لما قطعت ظهر لي فورس تحت فورس في النص اللي تحت من اللينك وفي نص في النص اللي فوق في اللينك. خلاص هسمي دي كده مثلا اف وهسمي دي كده اف. تحبوا نحل اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ بص لا ما هو مش بالحب يعني. هي انت هتبص تحت ايه ده انون 2 3 وعندي كم معادله؟ 3. بعرف احله فوق 1 2 3 4. ما اعرفش احله. يبقى هبدا ازاي؟ هبدا باللي تحت. قول لي اعمل ايه بقى؟ ادي اللي تحت اهو. ادي في فورس وادي هنا السته وادي هنا الهيدج سبورت اكس بي واكس بي واي دي. اعمل ايه بقى؟ انا كده اول حاجه سميشن اف اكس تساوي زيرو صح؟ يبقى الاكس دي بزيرو. ايه ده بكل سهوله شايف المنظر؟ شوف انت فكيتوها الحاجه ازاي؟ كله فاهم ولا ايه؟ سميشن اف اكس تساوي زيرو يبقى الاكس دي بزيرو صح؟ بعد كده سميشن المومنت هنا جبت الواي دي. بعد كده سميشن المومنت عند البوينت دي مثلا تساوي زيرو جيت الاف خلاص. وبعد كده سميشن اف واي تساوي زيرو جيت الواي دي خلاص. سهله كده. مش انا جبت الاف هو طلع لي الاف ده طلع كده طلع 7.8 ده كده ب 7.8 يبقى فوق عكسه صح ولا ايه؟ يبقى فوق 7.8 لتحت. طب عايز احل اللي فوق 7.8 وادي فيكسل اكس واي ومومنت. احل ازاي؟ سميشن الاف اكس تساوي زيرو يبقى الاكس ايه بزيرو. سميشن الاف واي تو انون واي ديك عارفها كمان صح؟ يبقى الواي ايه ماينس 7.8 ماينس الريزلت بتاع ده 4 في 7 تساوي 28 يبقى ماينس 28 تساوي زيرو. يبقى الواي ايه هتطلع لهم 35.8 ده. خلاص وخد المومنت خلاص خلصت المساله. سهله؟ سهله ولا ايه؟ يبقى اي لينك هتشوفوه اقطع فيه. انا من الاخر يعني. كويس؟ ايه؟ بخمسه؟ هحل مساله. هحل مساله زي هقول لكم فكرتها. الورق مش مفيش حد على السبوره مفيش حاجه على السبوره. اعمل ايه؟ لا قول لي الاول بس الرياكشنز ايه عشان نبقى شايفين. واحد رولر ماشي ادي واحد رولر واي اف وهنا اكس سمي دي ايه وبي وسي ودي واي واف ماشي. يبقى هنا اكس ايه وواي ايه ومومنت عند ايه. اعمل ايه؟ كل مجتمع كده ولا حد معترض؟ هتقول لي في واحد هيقول لي ايه؟ خلاص يا محمد خد سميشن المومنت عند دي تحت صح؟ وانا بلف اللفه ايه ده انا دخلت جوه اللينك يبقى قطعت في اللينك غصب عني وانا باخد سميشن المومنت تحت. طب المومنت عند سي اهو برضه قطعت فيه. طب ما اقطع في الاثنين ورايح دماغي خلاص؟ اعمل ايه بقى؟ اقطع في اللينك وحل تحت لوحده. حد يقول لي طب؟ كله تمام؟ هقطع كده. بقى عندي هنا فورس اف واحد وهنا فورس اف اتنين وفوق عكسهم واروح حلل ده كده وحلل ده كده. تحبوا الحل اللي تحت الاول ولا اللي فوق؟
قولوا لي بس احل في ايه اللي تحت. ليه اللي تحت اساسا؟ 1 2 3 ثلاث مجاهيل في ثلاث معادلات احلهم صح؟ ماشي. طب نبدا بقى معادله. ايه رايكم في سميشن اف اكس؟ يبقى دي كده هتتعمل لها ريزولوشن اف. لو دي سيتا يبقى اف 1 كوزاين سيتا و اف 1 ساين سيتا صح؟ سميشن اف اكس يساوي 0 صح؟ يبقى اف 1 كوزاين سيتا ب 0. ايه ده؟ يبقى الفورس دي كمان دي كده ب 0. بس يا عم اصبر بس عليا. يبقى دي كده ب 0 ماشي. طب ايه رايكم لو خدنا سميشن المومنت هنا ماشي؟ مش انا عارف ان دي ب 0؟ يبقى هي الفورس دي اللي عندي واي اف والمسافه دي 3، يبقى واي اف ب 3. في اي حاجه ثانيه بتعمل لي مومنت؟ يبقى ب 0. يبقى طلعت دي ب 0. ايه ده؟ طب سميشن الاف واي تساوي 0. سميشن اف واي تساوي 0. 0 بلس 0 يبقى دي كمان ب 0. كله فاهم ولا انا بجري؟ كله فاهم. انا عارف انتوا عايزين كويس والله. كله فاهم ولا ايه؟ ماشي. ايه ده؟ يبقى ده ب 0 وده ب 0 وده ب 0. يبقى اللي فوق بصفر يبقى ده بصفر. اهو هي دي المساله. لا عشان متشقق على الفيكسد دي. لا ما في فيكسد اهي. ما الفيكسد قدر ان يكشف اي مبنى. الفيكسد دي طالما ليها مومنت ليها حاجه اسمها اكس اكس رياكشن واي رياكشن ومومنت رياكشن مخليه المنشأ ستيبل. لا بيلف ولا بيحصل له اي حاجه بس فقلبت كده. اللي هو سميشن اف اكس تساوي 0 وده ب 0. سميشن اف واي تساوي 0 يبقى ده دبليو في ال اللي هو 28. ناخد سميشن دي. سهله؟ دور عليا اصحى والله هديكوا كويس. كويس سهل والله. ده مش هلغي كويس. ايه؟ اخر حاجه بس اخر هقول لي الفكره دي والله يا عم والله سهل يا عم. انتوا كلكم هتمشوا بدري هتشوف والله العظيم على ضمان. خلاص بقى خلينا نخلص يا عم. انا بقول لكم الافكار الصعبه اللي انتوا هتحفظوا فيها من فين. انا بس عايز اقول لكم الفكره دي عشان كانت مور كومبليكيتد من اللي جات لي في يعني دي السيمبل كيس من اللي جات لي في الفاينل. اللي جات لي بقى ما شاء الله انت مش عارف 8 رياكشن ولا 9 رياكشن يوم اسود والله ما انساه. انا فاكر اليوم ده. عايز اقول لك ان مفيش ولا المساله كانت 40% ما حدش فينا حلها وجبنا امتياز مش عارف ازاي والله هم بيصححوا على اللي احنا بنعمله كذبنا كلنا صيدنا. تعالى بقى نشوف القصة دي. تعالى قول لي كام رياكشن عندي. كام رياكشن؟ 1 2 صح؟ وهنا 1 بس وهنا 1 2 صح؟ احل ازاي بقى؟ انا عايز اسمع الاختراعات يلا. ايه؟ ايوه انا مبسوط والله. انا مبسوط جدا اني بسمع الاقتراحات الجميلة دي. واحد قال لي اقطع في منبر. الله ده كده؟ لينك ممبر ولا لا؟ ده عليه لود. عليه لود عمودي عليه صح؟ يبقى ده مش لينك. اللينك لازم يكون ستريت اوله واخره انترميديت هنج مفيش اي قوه عليه. ده عليه قوه يبقى ده انترميديت. ده لينك ده ممبر عادي. قال لي خلاص اقطع فيه. الله عارف يعني ايه اقطع في ممبر؟ حلو قوي. اقطع ما تقطع اللود يا عم ده يا اللود. عارف لما بنقطع الممبر بيظهر لي كام رياكشن؟ اكس واي ومومنت وزيهم الناحيه الثانيه اكس واي ومومنت. الله انت عملت لي 3 و2 و1 5 10 يعني احنا 8 بقوا 8 كده. بقوا 10 3 و3 6 يعني ايام سودا. ده اول اقتراح حلو جدا. ماشي اقتراحات ثانيه قولوا لي. اتفضل. الله ده كده صح ولا ايه؟ طيب هاخد يمينه كلام جميل. عندي تو انون اكس وواي ما عرفتش احل حاجه برضه. اعمل ايه تاني؟ قول لي مثلا خد شمال مثلا. ايه ده؟ ده انا قطعت في الممبر 3 و3. اعمل ايه؟ اعمل ايه طب؟ هتقول لي اقطع. هتقول لي برضه سميش المومنت تحت. ايه ده؟ ده قطعت في الممبر 3 5 غير ما نقطع في الممبر. ايوه كده كده صح؟ انا غريب اسود ومهبب 3 فوق. انا قطعت. هو ده لينك اساسا؟ مش اقول هنج واخر هنج ممكن يبقى ايه؟ مش اقوله هنج واخره هنج ممكن تعتبره لينك؟ ماشي هو ده ممكن تعتبره لينك ماشي. بس اصبر بس شويه. اصبر هو لينك؟ لا هو صراحه
شغلانه. بص هو ده لو عليه قوه في اتجاهه بس يبقى لين، لكن لو عليه قوه مايله اللي هي ليها كومبوننت اكس وواي فما بقاش لين. ماشي بس لا خليني ما بشوفش بقى، وانا مش واخد بالي. ايوه ايوه الله ده احسن حاجه. هي بتقول لي ايه؟ تقول لي طب ما نشيل الحته دي على بعضيها، اكسر في الهنج دي كده واكسر في الهنج دي كده صح؟ بقى عندي المبنى ادي ده واحد. انا بس عايز اقول لكم القطع ده، يعني انا عايزكم تعرفوا القطع ده، انت كلامك صح بس خليكم تعرفوا القطع ده احسن. 2 طن بير متر خلاص. يبقى انا عندي هنا 2 نون اكس و صح؟ اسمها ايه؟ سمي البوينت دي مثلا بي سي ودي ايه؟ يبقى ادي سي ودي اي صح؟ ادي اكس اي واي اي ماشي. سميشن اف واي تساوي زيرو، مش هعرف اجيب الواي دي هتطلع لك، دي كان 4 متر تقريبا، يبقى 2 في 4 8 دي كده ب 4 متر 4 طن ودي كده 4 طن. طب والاكسات؟ في اي قوه في اكس هتقول لي سميشن اف اكس تساوي زيرو، اكس سي بلس اكس اي تساوي زيرو. هل في قوه هوريزونتال؟ يبقى مفيش ولا اكس ايه ولا اكس ايه، يبقى الاثنين بزيرو، ده بزيرو وده بزيرو. تمام؟ عشان بس ايه حد هيقول لي ما في معادله، هي ما انا عارف ان في معادله والله، مفيش هو قوه هوريزونتال، هو حاجه عليها فيرتيكال، هيتكون هوريزونتال ازاي؟ ماشي؟ طب وبعدين؟ خلاص انا حليت ده كده، ارجع اعكسه كده. شيل ده كده. عندي اكس بزيرو وواي لتحت ب 4 صح؟ وعندي اكس بزيرو وواي لتحت ب 4. لا دي كده بقت جميله. ليه بقى؟ هاخد سميشن المومنت تحت كده هلاقي الاكس دي بزيرو صح؟ انت معايا ولا ايه؟ هاخد سميشن المومنت تحت هلاقي الهوريزونتال ده مضروب في مسافه، مفيش اي حاجه ثانيه، يبقى بزيرو. طب تمام، لو ده بزيرو يبقى انا عارف ده مثلا 4 يبقى ده كده ناحيه اليمين 4. ده انا جبت اثنين اهو، فاضل 3 اجيبهم ازاي؟ اهو سميشن المومنت عند البتاعه دي كده ايه؟ ناحيه الشمال، عندي النون واحد اللي هو الواي ايه؟ طب جبت الواي ايه؟ عايز اجيب الواي بي والواي اف، اجيبهم ازاي؟ اطرحها؟ ايوه بالظبط، المومنت هنا مثلا هيبقى عندي النون واحد اللي هو الواي اف، جبته سميشن اف واي تساوي زيرو، جبت الواي هنا وبعمله تشيك، خدوا اي مومنت عندنا عشان تشيكوا على الارقام اللي انتوا جايبينها. كله فاهمها؟ شكلكم ما فهمتوش اي حاجه. ما فهمتوش صح؟ طب خدوا الكويز واشرحها لكم بعدين. انا عارف انتوا ايه؟ مش شايفيني اساسا. يعني ايه نوزع بعضينا بقى.